حقها وبركاته. والعلم والشيء المتأثر بالفكر الصوفي والمتأثر بمدح النبي والعاشق المجيد الى آل بيت رسول الله فضيلة القارئ الشيخ محمد اشرف عوض، مع تقديم شكرنا لابو اسماعيل مقدم الضيافة ابن محافظة الاسماعيلية. السادة الكرام، بداية جمعنا على مائدة القرآن الكريم وقارئنا ابن الساحة ونبت الساحة القارئ الشيخ محمد اشرف عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قل بديع السماوات والأرض وإذا قضى بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه Oh!
بديع السماوات والأرض وإذا إِنَّا
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل من الله العطاء والعوض، فلا بد أن يكون لشيخنا محمد عبد الرحمن بدوي من الله عوض. وإذا كان النسل ممتد إلى الحاج أشرف أبو عوض، فالعوض من الله أن أرسل إلينا حافظا لكتاب الله من الساحة، هو شيخنا محمد أشرف عوض. تلا من آيات سورة البقرة المدنية، وفي موضع يصعب على الكثير إتقانه. أشكر إلى فضيلته وأشكر إلى حضراتكم جميعا، كل عام أنتم بخير. وأشكر لكم باسم فضيلة الشيخ والقطب الشيخ عبد الرحمن محمد بدوي، باسم الشيخ سعيد عبد الرحمن، فشكرنا لكل من شرف المكان وكل من جاء من جميع البلدان، والشكر ايضا لمن هم في الطرق ولم يصلوا الينا الان.
صاحب الفراش الحج جمال لويس وإنارة الحج سعيد أبو عوض والهندسة الإذاعية العالمية الحج محمد الخولي ومقدم الضيافة بوفيه أبو إسماعيل ومصورنا المخرج ناصر صلاح ومصورينا محمد وصلاح ناصر ومصورنا عمر جمال. وكما أخبرني شيخنا سعيد قال ابن الخال منزلته من منزلة الخال أو من منزلة العم والخال. ابن قرية العطارة. كما أشكر للشيخ القارئ العلم الشيخ محمود عاشور وهو أول من شرف بالحضور. أما شيخنا مسعد بدير قارئ بالإتقان جدير الشيخ أحمد علام بسندوة من الأعلام سيدنا الشيخ إبراهيم محفوظ والقدر بالعلم محفوظ والقرآن لوح محفوظ والحافظ سبحانه الحفيظ قال وإنا له لحافظون. إمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي. كذلك الشكر لكل أهل الصافية أصحاب القلوب الصافية الذين أتوا من على ضفاف النيل بعدد كبير وثقيل. كذلك أشكر لعشاق السمع الأصيل الذين أتوا من كل أنحاء الجمهورية وأخص أيضا بالشكر أهالي المنايل وكل البلاد المجاورة.